موضوع كارديرون ليه شقين، شق فني وفي شق غامض مبهم محدش فاهم منه حاجه. فاحنا هنستبعد الشق الفني ده دلوقتي، لان قلنا قبل كده ايه، احمد هو ازدحمد، ونمسك في الشق الغامض ده دلوقتي. تعالى نعمل مثلث كده بقى باطراف المشكله، الاداره او الوزاره يعني ايهما اقرب يعني، وكارديرون والتعاون، وممكن باتشيكو يتحط مع الزمالك يعني. ماشي، فاول سؤال تساله للاداره، من اين لك هذا؟ فما تقوليش بقى هذا من فضل ربي، انت مش شغال على تريلا يعني انت ما معكش فلوس تجيب مواس تحلق بيها شنب اسلام جابر الفقر ده، هتعمل ايه يا جبت الفلوس منين؟ فسخت عقد باتشيكو ازاي يعني؟ ده يعني ما تقوليش بالتراضي برضه يعني. انت مثلا عملت جمعيه مثلا، كنت حايش قرشين الزمن يا اخويا فطلعتهم لك بقى، واللي بيعوز البيت يحرم على الجامع، جبت فلوس دي منين؟ فنستنتج من القصه دي ايه بقى، ان في شخص ما ليه مصلحه فهو اللي مول الصفقه دي. حلو، ونفس ذات الشخص ده هو اللي اصر ان كارتيرون يمشي قبل النهائي بشهر. ندخل بقى على ابو الكراتين. انت دلوقتي مسافر السعوديه عشان ايه؟ عشان الفلوس، اكيد مش رايح تتوب هناك يعني، تمام؟ هل انت بقى لحقت في الخمس شهور دول ان انت تكون مستقبلك؟ يعني انت كنت رايح مثلا تلم ثمن الشبكه مثلا ونازل تعمل جبنيوت مثلا، انت واحد وصلت رابع الدوري هناك من فرقه كانت بتهبط، فيعني لو طلبت فوق نفحتك نفحه زياده هيدوها لك، فايه اللي يخليك تضحي بكل المغريات دي عشان تنزل؟ ليه؟ ما انت اكيد خدت ضعفها من مين بقى؟ اخر حاجه بقى التعاون. انت ازاي تتنازل عن مليون دولار الشرط الجزائي بتاع كارديرون ده؟ يعني ما هو انت اتنازلت عنهم يا قبضتهم، طب قبضتهم من مين؟ طيب واتنازلت عنهم، اتنازلت عنهم ليه؟ طب جبتهم من الاول ليه اصلا؟ اجابه الاسئله بقى دي كلها بيؤكد لك ان الزمالك ما بيخسرش كوره، يعني مش في شك كمان حوالين نظريه المؤامره، لا ده مؤامره بالصلصه. ده مؤامرة بالجبنة الرومي يا باشا، يعني ده لو الكابتن أحمد شوبير نفسه اللي ماسك النادي أقسم بالله لا يعملها بطريقة أشيك من كده، يعني لبسنا العمة بس بطريقة شيك شوية، مش بالطريقة. إحنا بقى كمشجعين محدش يقدر يقول لك أصل أنت ما عندكش كرامة، أصل أنت ما عندكش دم، وشفت اللي هرب رجعته إزاي، لأن هو لو في الظروف اللي مكانك دي مش هيقدر يعمل حاجة كمشجع مش كإداري. إمتى بقى يبقى ما عندكش دم وما عندكش كرامة وما عندكش الكلام ده؟ لو أنت نفسك موافق ان كارتيرون يرجع، بس انت مش موافق، يعني انت ايه اللي تقدر تعمله ان انت تعترض؟ لا لعوده كارتيرون، لا للقرارات بتاعه اللجنه المعينه دي. فانت كده قلت رايك. في ناس على فكره لو قالت رايها او مجرد فكرت على فكره ممكن تضرب بالنار، يعني ازاي انت تقول راي مخالف لراي الاداره؟ انت من حقك ان انت تنقض الاداره، ومن حقك ان انت تقول ان الفيلم الهابط ده كله مش واكل